عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. متابعينا الكرام، نتواصل مع الشوط الرابع الثامن وهو الرابع للقعدان. الفطامين المشتركات لمسافة الألف والخمسمائة متر. الرياح تعصف ولكن الإبداع أيضا يتواجد رغم هذه الرياح. خلونا مع شاهين عبد الله بن سلطان الصريدي في القيادة، المركز الثاني نتابع فيها شاهين هزاع بن حمد بروسة. المركز الثالث شاهين محمد وحمد بسطيون. المركز الرابع مهدي عبد الله بن صوايح بن سيف لقدبية. المركز الخامس شاهين محمد عبد الله بن علي الدرعية. سادس المراكز هناك شاهين فارس بن عبد الله بن فارس. نعود إلى الكادر، عبد الله بن صوايح بن سيف الكتبية هناك يباشر الضغوطات للتغيير. نعم نعم، يقلب الموازين مهدية عبد الله بن صوايح بن سيف الكتبية. سلام ومحمد سلام. المركز الثاني شاهين هزاع بن حمد بروسة الدرعية. مركز الثالث مشكور عبد الله بن صوايح بن سيف الكتبية. يا سلام يا الأسامية، يا سلام يا الحضور، يا سلام يا الأداء. بن صوايح الكتبية شان هجوم، شان هجوم قوية ثنائية ثنائية من بن صوايح الكتبية. الله الله يا أبو محمد، ما شاء الله. مهدي مهدي والوضع ما يبغى له تهدي. عبد الله بن صوايح بن سيف الكتبية ومهدي يقول الهوى ضدي، ولكن مهدي يثبت الوجود. سلام ابو محمد سلام. سلام والناموس لعبد الله بن صوايح بن سيف الكتبية. ينطلق راس البيان يروب لكن بن صوايح الكتبية يثبت الوجود. الناموس لعبد الله بن صوايح بن سيف الكتبية. سلام ابو محمد سلام والناموس موصول سيف بن صوايح الصوايح بن سيف الكتبي وابناء جميع المركز الثاني شاهين هزاع بن حمد بروس. المركز الثالث ايضا بن صوايح الكتبي اللي هو مشكور. توقيت دقيقتين 18 ثانيه 79 جز من الثانيه. الناموس لعبد الله بن صوايح بن سيف الكتبي. سلام ابو محمد.